السلام عليكم أعزائي المتابعين. بحلقة اليوم رح نتعرف بلمحة أولى عن الرينج روفر الجيل الجديد كلياً قبل حفل إطلاقه عالمياً ب 26 أكتوبر. وهون بدي وقف لأشكر شركة جاكوار لاند روفر الشرق الأوسط وخصيصاً سلمان سلطان اللي عطاني هيدي الفرصة. خلال 50 سنة اللي قطعوا بس 4 أجيال من الرينج روفر. هيدا الشي بيعني إديها السيارة هي ناجحة وبنفس الوقت محبوبة من الشعب. رينج روفر هي سيارة SUV دفع رباعي رياضية وفخمة بنفس الوقت. أكتر شيء ناس كانوا يسوقوها هن المشاهير السياسية، الملوك ورجال الأعمال. أما الجيل الخامس له طابع جديد بالكامل. أول شيء منلاحظ بالشكل الخارجي قد صار كلين ديزاين، هيك أكيد عم نخفف بارتس تنتزع وبنفس الوقت نويز بولوشن وأريح على النظر. أول شيء حنبلش بالواجهة الأمامية، منشوف الإضاءة جديدة 1.2 مليون ميررز فيهم، وأكيد هيدا تيعطي ضوء أحسن. نرجع منجي على الواجهة الأمامية، فيها الجريل كمان صار أصغر وبنفس الوقت عم بيعطي شكل أحلى. تحت بالبومبر عنا الحساسات وهاللاينز الطوال تكمان يعطوها ديزاين أحلى. منرجع منشوف هالخطوط الحلوة، عم نشوف هذا الخط بلش من أول لآخر السيارة. عنا المسكات بيطلعوا بيفوتوا تيعطوها أيروديناميك أكتر. رنجات جديد بمقاس 23 إنش وهيدي نسخة SV معنا هلأ، عم تشوفها كمان هوني باللون الأبيض وتطعيم الأسود والجولد. منكمل بعد شوي منلاحظ ما في برايم، كتير كلين، ما في ولا بريم ولا رابر ولا شيء، الديزاين رائع. ننتقل للخلف. من الخلف هون التغيير الكبير، وعم لاحظ اديها الديزاين جديد وحلو، كل شيء ما له عازة شلو. مثلا بعطيكم اكزامبل، الإشارة صارت مخباية بقلب هيدي البلاستيك السوداء، بس بتبين لما بتكونوا عم تستعملوا الإشارات. عم نشوف هيدا الضوء الجديد كمان شكله كتير حلو، ما بيبين لا المساحة ولا شيء، كله مخبى. حتى عنا هيدي البارت كمان بعدها بتفتح مثل الجيل القديم، بس مبينة انه هو فرد شقفة. الحساسات بعدهم موجودين، بس صار البومبر جاي مثل كأنه ديفيوزر من الخلف ولا سبويلر. هيدا اكيد عم بيعطيه ايروديناميك احسن، وبنفس الوقت من ناحية الحماية بعدها السيفتي هي ذاتها. الكاميرا موجودة بالوسط، خلينا نفتح ونشوفه من الخلف. هيدي أول بارت بتفتح، بيرجع عنا هيدي البارت الثاني. خبرية حلوة عن الرينج روفر الجديد، رح يصير متوفر كمان نسخة بسبعة سيتر. بس نشوف الفخامة مزبوط، لازم نشوف المقاعد الخلفية اللي هن فيرست كلاس كأنك بطيارة. تعالوا معنا. من الخلف الفخامة، أول شيء منلاحظ في 2 سيت مفصولين بالكونسول الوسطي. السيتس فيرست كلاس مريحة، وبنفس الوقت في عنا هالسكرين قدامنا اللي أكيد عم تعطينا معلومات وفينا نتحكم بالأشياء الموجودة كمان على سكرين قدام. أحلى شغلة هي لما بنفتح هيدي السكرين هون بالنص، بهيدي السكرين فينا نتحكم بالسيتس، الكلايمت تبع الاي سي، اللايتنج، البرادة، الفريج، فيها هون فريج كمان. نكبس بيفتح ببين فيه هيدا، بنرجع بنسكر. بس احلى شغله حبيتها هي هيدي الطاوله. هيدي الطاوله على لما بنكبسها بتطلع كهربائيا، فينا نرجع نجيبها نفتحها. اذا انا قاعد هيدي الميله حاطط لابتوب فيني اشتغل عليه، برجع فيني حتى للي حدي كمان تقدر ارجع انزل ونتحكم فيها على الكهرباء.
من الخلف كتير شرحة، ملاحظ قديه الإزازات كبار وحتى الألوان الموجودة بالداخل كتير مريحة للنظر. عم نشوف خليط بين كذا لون من الجلد، وكمان رينج روفر بلشوا نوع جديد إذا واحد ما بده جلد اسمه كافاد رات، اللي هو بيجي مثل نوع من القماش بس أكيد طبيعي 100% طبيعي. هلأ خلينا ننقل على السيتس الدرايفر، درايفر سيت، ونشوف كيف هي من قدام. كمان من المقعد الأمامي مثل ما تعودنا على كل سيارات الرينج روفر، القعدة ملوكية، مريح، كاشف، تحس حالك قاعد من فوق شايف كل شيء. بنفس الوقت الديزاين المقصورة كتير حلو، عم نشوف هالخطوط كيف مبلشة من شمال لليمين، وكمان بقلب الستيرينج هالخط الحلو تيعطي نفس الانسيابية، الجلود وأكيد التطعيم والتطريز تيعطيها أكتر لكجوري، هيدا أكيد كله موجود. بيرجع عنا هالسكرين الكبيرة أكيد عم نتحكم فيها خلال التاتش، وبيرجع عنا هالسكرين التاني للعدادات. نجي هون اللمسة الكتير حلوة هي السيراميك، عم نشوف السيراميك هيك لما بتحط إيدك عليها بتحسها هيك باردة، كتير حلو الديزاين تبعها وبنفس الوقت عم تعطي جودة عالية. أكيد عنا هون حد الجير الستارت اند ستوب انجن بوتون، بيرجع عنا لنتحكم بوضعيات القيادة. نفتح هيدي، في عنا محل لنحط الأكواب، وكمان في عنا تلاجة بين المقاعد. هلا الرينج روفر عم بيجي منه كذا نسخة، في عنا منبلش الاس اي، بيرجع اتش اس اي، بيرجع فيرست اديشن، بيرجع الاس في اللي معنا اياها هلا. من ناحية السعر بتبلش ب 520 الف درهم نسخة الاس اي. هلا خليني اخبركم شوي عن المحركات اللي عم تتوفر فيها الرينج روفر الجديدة. بتتوفر بمحركين، اول اوبشن اللي هو P400 اللي عم بيجي 6 سلندر اي 6 هايبريد عم بيولد 400 حصان. النسخة الثانية اللي هي 8 سلندر 4.4 لتر توين توربو عم بيولد فوق ال 550 حصان. نقل الحركة هو 8 غيارات، واكيد عنا الدفع الرباعي، والحلو فيها كمان انه فيها ستيرينج على الطواير الخلفية، هيك بيساعدها بالمنعطفات وبالباركينجز الضيقة. بالنهاية الرينج روفر الجديد هي وحدة من احسن سيارات الفاخرة المصاري فيها تشتريها. انا شخصيا كتير عجبني الديزاين الجديد، وبنفس الوقت الفخامة الموجودة بقلب السيارة وريحة هالجلود الفخمة الموجودة فيها. هيك بتكون خلصت حلقتنا، شفنا السيارة بلمحة سريعة. أكيد بكرة حيكون عنا الفرصة نسوقها ونعطيكم رأينا أكتر من ناحية السواقة تبعها. إذا عندكم أي سؤال فيكم تسألوني على الصفحة تحت. شوفكم بحلقة جديدة، باي.